السلام عليكم خوتي خوتاتي، مرحبا بكم في قناة محمد آدم. جينا لكم من جديد وجينا بخبر، ماشي خبر جديد، خبر قلت لكم ديجا. حبيت باك نوري لكم هذه البلاصة اللي تشوفوا فيها كيشرو الطونوبيل. خوتي العزاز، تجو هنايا وديروا وتماركيو الطونوبيل تاعكم هنا، تماركيوها وهنا ديروا كلشي. شوفوا بار اكزومبل هذه الطونوبيل كحنا ما فيهاش ماتريكول لو، واش معناتها مولاها ونحلها الماتريكول. هذه تكون تاعو حبي عنده الماتريكول احمر، هاكو فاهمين خاوتي. واش حبيت نقول لكم، كاينين اللي عنده ماتريكول تاعو احمر كي زعما يشري طونوبيل من عند كاش تاجر تاع سيارات هنايا، يعطي له الماتريكول الاحمر ويدي طونوبيل هذه كي يشريها من عند البريفي خاوتي، يعطي له الماتريكول الاحمر يجي بها لهنايا. سوتو اذا كانت بعيده، منين شري الطونوبيل بعيده وما عندكش فيش تروح، راكم فاهمين خاوتي. يعطيك الماتريكول، تجي هنايا تنحي الماتريكول الاحمر هذاك كي توصل لهنايا، وتدخل للداخل تماركي الطونوبيل تاعك في هذه، خاوتي. دوكا هي إدارة تاع السيارات وتاع ما يشبه هذا، واسمها كي اف تي تولاسونغ بيهوردا. حبيت نجي هنايا باش تقراوها باش تولوا تعرفوها، راكم فاهمين خاوتي. ما انت هنايا تجي دير الماتريكول تاعك وتجي الطونوبيل تاعك دير لها كلش وتسقمها وتوفا بيان خاوتي. شوفوا كي تكملوا منا، هام لك اللي يديروا واسمهم لي ماتريكول اوتو شيلد، راكو تقراو فيهم الفوق كبير. هام لك كاين ثلاثه ولا اربعه، كاين ثلاثه هنايا وكاين واحد منا راكو تشوفوا فيه. حتى كاين لي في بعض المدن الكبار خاوتي، كاينين حتى لاسيرونس قدامها لاصقه معاها. انتم لو كان تسقسي واسمو، لو كان تسقسي اللي تخدم لداخل تقول راني حاب ندير لاسيرونس، هي تقول لك يمكن واحد من هذو يدير لاسيرونس، صح؟ واش ماش كاتب او كاتب غير اوتو شيلدا عندها اسمها غير الماتريكول. وهنا يا خاوتي قلت لكم تخرج تقدر تسقسي الاولاني شحال دير لي، الدوزيام شحال دير لك، فاهم؟ نورمال عقلية تاع الجزائر. يمكن واحد يقول لك 25، هي في المطلق 25، كاين اللي يقول لك ب 15، كاين يقول لك 17، كاين اللي خطات هو يكتب هكذاك شغل لك بلاك يكتب بلي اليوم راني ندير ب 17 ولا. المهم خاوتي حبيت ندخلكم لداخل باش تشوفوا، بصح ما نقدرش ندخل التليفون لداخل باسكو انتردي ويمكن يديروا لي المشاكل، راكم فاهمين. بصح حنا نحاولوا على كل حال. المهم خاوتي اللي ماشي مشترك يجي في القناه يشترك، اللي اول مره يشوف الفيديو تاعنا يشترك ويضرب اللايك ويفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. المهم انا نحاول مع الاخر ندخل ونشوف كيفاه يمكن نقدر نصور لداخل هكا خاوتي. واذا ما قدرش نعاود نقول لكم هيا. صح، اي صلوا على رسول الله واضرب اللايك يا حبيبي. A few moments later. هذه الماشينة هنا تجي تخلصو. المهم راني خارج انا باش نسقسي. المهم خاوتي دخلتكم برك لداخل باش راكو فاهمين، دخلتكم برك لداخل باش تشوفوا كيفاش السيستم كيفاش داير، باش الواحد كي يجي من هنا وجاي ما ينخلعش. المهم ضربوا الله خاوتي العزاز وصلوا على رسول الله. كي دخلت هنا عطاوني هذا التيكي، ثم الفوق كي تصوني تروح تهضر معاه، وتقول له
حاب نماركي الطوموبيل تدي له واسمو تدي له كي يسموه يا ربي يسميه ولي تدي له الورق تاع الطوموبيل ومن بعد تشوف الماتريكول الاحمر خاوتي ها عقبها يعطيك الماتريكول الاحمر اللي كنت نحكي لكم عليه من قبيله قلت لكم الدخول للداخل تدي له الورق تاع الطوموبيل وتدي له كل شيء ومن بعد كي توصل لدالتك يعطيك يماركي يدير لك كل شيء يعطيك النومرو تاع الماتريكول يعطي لك واحد الكارطة صغيرة هكذا كيما الفيزا كارت شتو هذوك الماشينة اللي وريتها لكم قبيلة تدخلها ثماك وتخلص واش تخلص كي تخرج تديها له تعطي له يعطيك الورق يعطيك الماتريكول ومن بعد انت ترفد الماتريكول قلت لك الماتريكول يعطيك الورق يعطيك كل شيء ومن بعد انت تخرج تروح لهذوك دير الماتريكول هيكا ومن بعد تعاود تولي له يدير لك واحد البلايك صغيورين كي تخدم البلايك خاوتي كي تخدموا البلايك وتخدموا كل شيء وديروا لاسيورونس ولاسيورونس كاين تاع شهر تاع 15 يوم تاع كل خطره كيفاه كي تدوا له البلايك كي تخدموا البلايك وتدوهم له لداخل يجي هنا يدير لك هذه البلاكه تاع بادن فيتنباك باللي انت راك تسكن في هذه الحومه راك تشوفوا هذيك اللي لابسه الفيولي اصبا نوريها لكم هذيك تخدم لابسه الفيولي هذيك تخدم عند الدوله تخدم لداخل وهذاك السيد هذاك هو ينحي في الماتريكول راك تشوف راه يقشر في هذيك التحتانيه هاو يقشر في هذه الصفره التحتانيه راه يقشر فيها باش دير له نورمالمون هو ينحي البلايك كاع ويدخلهم لداخل بصح باينه بلي اجنبيه ديجا انا من الهضره تاعها ومن الاخر شغل دورت راسك شغل تاع اوف نورمالمون ينحي البلايك ويدهم لها لداخل ويخدم لها المهم هذه هي هذا هو المهم الناس كاع راهي تشوف فيا على كل حال كيفاش راني نصور راني كاميري هنا يعبك الاجانب كاع حنا موسوسين هنا على كل حال الاكثريه اللي يشري الطوموبيلات هنا يشروا الاجانب موسوسين كاع يقول لك يمكن واحد هنا يقول لك هاو يصور فيا المهم صلوا على رسول الله هذه هي ومن بعد نكمل لكم يمكن الحديث باسكو هنايا شويه مشبوهه هيا اضرب الله يا جدك هيا السلام السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم عدنا والعود احمد جينا عند هذا حبيبنا هذا عنده غير الماتريال الخشين والعام هابط وغالي هيا حبينا نزيدو نشوفو هذا اللي قدامه هذا يبان شويه فيها اللقط خاوتي يمكن نصور لكم موسموه يمكن نصور لكم الطوموبيلات اللي تاع التلباس اللي عاودوا يلبسوا باش اذا خليني نصور صح نسقسيه ونعاود نولي لكم هيا دمتم في رعايه الله وحفظه صلى الله على رسول الله يشفي فيكم يوم القيامه هاو السيد ها وين يسكن واسمها الاخر تليفون تاعو اخوتي السلام عليكم عاودنا ولينا لكم هاكم في قناه محمد ادم دائما انا دائما نعاود تاع مقالات محمد ادم باش كاين واحد العباد راهم يدوا لي الفيديو تاعي ويبارطاجيهم عندهم وينحوا لهم اللوغو وينحوا لهم كل شيء وزعمكم كو مارق وزعمكم كو راه زعمكم كو راه شاطر راه يبارطاجي تاعي يسرقهم راني سينياليتو ان شاء الله يغلقوا الباجا في اقرب الاوقات المهم حتى باناميرا كاينه هنا حتى الجولف كار هنا وشنو عنده المشكل خاوتي هنايا داير وقتاش زايدين واش من العام بصح باش تعرف السومه ما يكتبلكش السومه قلتها لكم خاوتي دائما قلت لكم باللي الاجنبي عنده يحب التهرب بالضريبه يحب يتهرب بالضريبه شفتهم قبيله كنت نصور لكم قدام وين يديروا لي ماتريكول دائما يحوسوا يتهربوا يشوفوا غير يشوفوا يقعدوا غير يخرجوا كيف هذا كاميري راكم فاهمين خاوتي وباش تعرفوا قيمه البرد اللي رانا فيه شوفوا خاوتي راكم تشوفوا لا كلاص ما تشوفوا هذا باش يجي لازم تحت موانس 5 وكا تكون راهي موانس 6 ولا وخرجت وراني كاميري خاوتي معليش العزاز كاين اللي يستاهل الله يبارك ما شاء الله ربي يحفظكم عنده الماتريال خونا بصح ماشي داير البري 97 لنا شنو هادو خاوتي تاع التلباس هادو ما تقدرش تهبطهم للجزائر والله غير نفسي نقطع لك من الهضره باسكو على بالك كي تهضر تجبد النفس وتخرجو يولي والله يتبلوكي لك في هذيك اكسيدونتي ها شفتوا اخر خاوتي شوفوا خاوتي
كيما هذا دوكا هذا اللي يبيع ويشري ايترونجي كيما حنايا اجنبي ما يحبش يخدمها ما يخدمهاش خاوتي كيفاش يقول لك انا نبيعها هكا يقول لك انا نبيعها هكذا واش دخلني انا نخدمها ونخسر بصح القاوري لا القاوري كيفاش يدير القاوري معلومه خاوتي كلمه القاوري كلمه عثمانيه قديمه وش معناتها القاوري معناتها اكرمكم الله الحلوف هي كلمه قاوري باللغه العثمانيه القديمه وبكري كانوا يجوا لخن يقول لك هاو جا القاوري معناتك شغل جا الخنزير وحنا يا دوك كلمه قاوري زعما حاجه كبيره زعما قاوري المهم هذو القور ما يدوش ما يخدموا القور يخدموا يديها الاخر يخدمها يبدلها الزيت يبدلها كيبيعها لك بالسومه الاجنبي هنايا كي جاك تشوفو خوتي هنايا تجي هنايا تنيغوسي معاه صح يسلمك على بها حابين منا وجاي ان شاء الله اذا شريت كاميرا تشوفوا قاع مضروبين هذو تشريو عليهم هكذا ومن بعد انت دبر راسك ها بلا بنوت قاع هاهم ليك هذو هنا مضروبين حتى البابورات وعندو صاحبي تحب تشري ها توينغو هذي قاع ما تحب تشريها هكذا المهم هذا خوتي ما عندوش المفيد نسيي نديكم الكراج واحد اخر ونشوفو اذا لقيت كراج واحد اخر لقيتو اذا ما لقيتش دمتم في رعايه الله وحفظه ضربوا اللايك وصلوا على رسول الله هذو كاع تشوفوا خوتي كاع مقيوسين تقدروا تجيو تشروهم عليهم انا هذه اويت يا محينك هذه اويت اونسيان هذه اللي مضروبه المهم خوتي باش ما نطولوش الفيديو نسير نروح لكراج واحد اخر اذا لقيت واذا ما لقيتش نقول لكم الله غالب هكذا تهلاو في روحتكم نحبكم بزاف في الله ونتلاقوا في ساعة زينة إن شاء الله السلام عليكم. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر.